اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في في الموجز الرياضي لهذا اليوم. علمت شوف سبور من مصادر مطلعة اليوم الاحد ان هيرفي رونار يتجه نحو تأهيل اشرف حكيمي لخلافة اللاعب نبيل درار في مركز مدافع ايمن خلال المباراة الاولى امام المنتخب الايراني برسم منافسات كأس العالم 2018. وافادت ذات المصادر انه بغض النظر عن اشراك حكيمي في معظم المباريات الودية فان الحصص التدريبية التي يقوم بها رونار مع المنتخب المغربي يركز دائما على ادراج لاعب فريق ريال مدريد في الرواق الأيمن والأيسر وفي نفس الوقت استعدادا للاعتماد عليه قبل استعادة نبيل درار خلال المباراة الثانية أمام منتخب البرتغال. وحسب ذات المصادر فإن إمكانية حكيمي التقنية والفنية جعلته يلعب في أكثر من مركز زين واحد وبالتالي سيكون سلاح رونار لتغطية غياب درار في المباراة الأولى في الوقت الذي سيعتمد على حمزة منديل في المركز مدافع أيسر. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد عن مرور الملف المغربي والملف الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2026 إلى مرحلة التصويت النهائي المنتظرة يوم 13 يونيو الجاري بعد اجتماع المجلس الإداري بموسكو للتداول حول التقرير الذي كانت قد أعدته لجنة تاسك فورس خلال زيارته لزيارة لأربعة بلدان. وحسب بلاغ الاتحاد الدولي توصلت شوف سبور بنسخة منه فإن المجلس الإداري المكون من 36 عضوا صادق على نتائج تقرير اللجنة تاسك فورس ومنحت الملفين المغربي والأمريكي الحق في المرور إلى مرحلة التصويت التي ستجرى اليوم الأربعاء المقبل بموسكو عن مؤتمر فيفا 68. ويذكر أن لجنة التقييم التاسك فورس منحت المغرب نقاط 2.7 من أصل 5 في الوقت الذي حصل الملف الأمريكي الشمالي على تنقيط 4 من أصل 5. وقع فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم ليلة أمس السبت على عقد احترافي مع المدرب هشام الدمعي خلفا للمدرب السابق محمد أمين بن هاشم. وسيشرف المدرب الدمعي على الإدارة التقنية للفريق لمدة موسمين كما سيظهر على كل التفاصيل المتعلقة بالفريق الأول خاصة على مستوى الانتدابات المقبلة للنادي. كشفت صحيفة ديلي ميرور اليوم الأحد أن غاريت بيل نجم ريال مدريد الإسباني رفض الانتقال لصفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وحسب نفس المصدر فإن الويلزي بيل أكد على بايرن ميونخ عدم رغبته في اللعب في البطولة الألمانية وأنه سوف يعود إلى بريطانيا في حال قرر ريال مدريد بيعه في الصيف المقبل. وافادت ذات الصحيفة أن بايرن ميونخ يرى أن بيل هو البديل المناسب في الفترة المقبلة للثنائي فرانك ريبيري وأرين روبن سيما أن اللاعب المدرب كوفاتش الجديد للفريق البافاري يرغب في استقطابه واستقدامه خلال فترة الانتقالات. بهذا وصلنا لنهاية الموجز الرياضي، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.